موضوع كده عايزين نقعد ندردش فيه حب. تحسين منظومة التموين، هل تريد أن تسمع فقط ولا تسمع وأنت تقرأ أو تشاهد؟ تعال نشوف فيديو جراف لطيف على تحسين منظومة التموين عندنا في بلدنا، وهنرجع نكمل الكلام في حاجة مهمة جدا قوي خالص من وجهة نظر الأخ اللي اسمه يوسف. استنونا.